طقم الدكتور خلص. شو طالع حلو؟ يعني ما بقى نشوفه مرة تانية؟ مع الأسف. بتعرفي شغلة ست عليا؟ شوفي المشفى اللي بيشتغل فيه الدكتور بحارتكم. منيح ست عليا. عم تقلك الدكتور عرفت من المشفى بحارتنا؟ والله كأنه مو عاجبك. نحن طاير عقلنا فيه. جماله بيسطر. شو بدي أنا؟ شو بدي بالدكتور؟ عليا لمعلم ناجي بده اياكي. طلع لي 31 وريث يا استاذ رضوان. بالاول شجعني المحامي وهلا بده ينسحب. ليش ما قلت لعندي؟ حضرتك طلبتني. تفضلي عليا. لا تاخذني وجعت لك راسك بقصه الميراث. نحن المحامين بالنا طويل كثير. شكم شغلنا؟ ست عليا بدي اعرفه. الاستاذ رضوان زبون قديم لمحلنا، وهي ست عليا خياطه جديده. بس معلمي الاستاذ بده يفصل طقم رسمي. صحة وهنا. ليش ما عزمتوني معكم؟ الله يسامحكم. لانك ما بتعرفي كيف تحلها. طبعا ما بعرف، لاني كثير عجبتك هالقعده المشرشحه. تفضلي قعدي. هلا معقوله ما لقيتوا مكان احسن من هذا لتقعدوا فيه؟ كنتي بالمشفى، شو اللي جابك؟ اليوم تعبت كثير وبدي اكل. شو رايك بسمكة بتبلة بالبهارات؟ كثير طيبة مع البصل المشوي. أكلت بصل كمان؟ شوفي شو صار بحالكم. مروع على الآخر. سمير، ما بحب هالأجواء. بس لابق لك المكان. شفت شلون إنه لابق لك؟ اللي بيجي على هذا المحل بينسى حاله. الدكتورة نور إجت لا تاكل ومطعمينها. شكرا. استاذ رضوان محامي مهي؟ ليش عم سألني؟ لازمك محامي؟ ايه لازم. خير؟ عندك شي مشكلة؟ لا ما في شي مهم. انا فايت الاجورة. شو هالمطعم اللي حكنا عليه يا رجل؟ مطعم انتيكا من ايام جدي. انا حر اروح لوين ما بدي. ها دكتورة نور بدهم ياكي تقسمن هدول. ماشي شكرا. يلا انا رايحان اذنكم. ماشي. ها دكتور سمير من فين شوي؟ دكتور ماضي كان بغرفة الدكتورة حنان. قال لها حتى لو تثقي بالدكتور سمير لازم تحققي له قصة، وانا حبيت اقول لك. ست نوار تعرفيني ما بحب هي القصص. ثاني مرة لا تنقلي لي اي شيء. دكتور سمير انا عم بحكي لك مشان مصلحتك. الله يسامحك. بعدين تعرف انه انا قلبي طيب وكثير بعزك. شكرا ست نوار، انا منفق هاي العادة. اتفقنا؟ ماشي. خالي ما تاكل، انا بحاول شيء لهم. الله يوفقك. رئيس البلدية صح. لا تقلق. الله يوفقك. الله يخيلك ولادك. عريش. هاي انت؟ اهلين. ايه كيفك؟ شو اخبارك؟ والله انا كثير زعلانة من امي. ما معها حق تنوم. سايري يا حبيبي. هي امي بدك ترجع. والله بجن لحالي بالبيت. شو مالك جوعانه؟ تعي لغدي. شغالة الجديدة كمان تتكلم. ما قدرت تتحمل امي يومين. لو بتشوف البيت صار مثل الخرابة. كنت رايحة على مكتب الشغالة. امي بدها شغالة بلا احساس. بدك يعني دكتورة؟ تعال سمير. تفضل ستري. شلون بدي اتصرف معك هلا؟ بخصوص شو؟ ركان دق لي قبل شوي، قال لي خبرك انه رح يعملوا معك تحقيق بهاليومين. ما في مشكلة، أنا واثقة فيك. وأنا واثقة فيك. بعرف شو رح تكون النتيجة، بس شو إله لزوم؟ ما كان عندك حكاية. بالنسبة لي أنت واحد من أحسن الجراحين اللي عرفته بحياتي. ليش في أحسن مني؟ عم بحكي عن جد. انت بتعرف اني ما عم جامله. شكرا لهيسة. بتذكرني بجوزي. كنتي متزوجة؟ اي طبعا. ليش شو ناقصني حتى ما اتزوج؟ اسف ما بدي اصلي. هو كمان كان مثلك مزاجي وكتير عنيد. كل ما طلعت موضة جديدة كان يعملها بسرعة. بس لما كان يفوت على غرفة العمليات كان يصير شخص تاني. وينه؟ وين ممكن يكون؟ بأمريكا. هو ما كان حابب يسافر.
بس ما كان له خلق يصطدم مع الناس اللي مثل الدكتور مازن. أمرا طلب منك تروحي معه؟ قال بس ما رضيت اترك البلد. عن جد؟ بجوز لو كنت جريئة مثله كنت سافرت معه، بس انت شايف هالبلد قديش بحاجة اللي مثلي ومثلك حتى يكونوا موجودين فيها. بكل مكان في ناس ملتزمين وفي ناس راكدين ورا المصاري، وانت من الاشخاص الملتزمين. انا اسف اني حطيتك في الموقف، بس برجع بقول اذا اضطريت انا شيء اكيد رح اعمل. بعرف، مشان هيك انا بدافع عنك. بقدرني؟ طبعا. صحيح، كنت بدي اسالك شغله يا زوجي، شو كان اسمك؟ عدنان. عدنان اسمه مأني؟ شو كنتو؟ نحن ما اتطلقنا. اوه شو هالحلو. هذا فستان ست المطربة؟ كيف طالع؟ بيطير العقل. وانتي عليا شو رأيك؟ فستان مرتب، تسلموا ايديك. يا بنات شو وضع الشغل؟ ان شاء الله كل شيء تمام. معلم ناجي شوفه. خلصتي؟ شوي بكون خالص. كتير حلو، يسلموا ايديك ويعطيك العافية. الست عزة اتصلت فيه، صار لازم نبعث لها اياه. وين ياسمين؟ راحت تشتري خيطان. لسه ما اجي؟ لسه هلا راحت معلم ناجي. شو بدنا نسوي هلا؟ عليا؟ نعم معلم ناجي. ليك سهيلة، إذا خلصتي الفستان على الآخر سلمي لي عليا. ما دام ياسمين ما أنا هون، عليا بتروح توصل الفستان لصاحبها. شو رأيك عليا؟ طبعا بروح مثل ما بتحب. ماشي. سمير؟ نور أنا مستعجل لمطار. للمركز 142، للمركز 142 حول. أولي منتهى. مرحبا. يا اهلا وسهلا. اهلين فيك دكتور سمير. اهلين فيك. قلت لي طال خالص؟ طبعا خالص. ليش تعذبت وشي؟ انا كنت ببعث لك اياه. بس منيح كسبنا شوفتك. شوف شراك. ما بدي شي. هيك منيح. تفضل ارتاح لبين ما نجيب لك الطعم. هل اجوا معنا؟ نعم معلم ناجي. ايش الدكتور سمير؟ على عيني رح جيبه. عن جد اجى الدكتور؟ ايه اجى عن جد. انا رح اخذه. لا قال لي المعلم انا اخذه. خلص اتركي جمانة. لا تتخانقوا يا بنات، انا رح اخذه. يا الله يا ست سهيلة. لكن انا بدي اخذ له القهوة. لا اهلا وسهلا دكتور، تفضل. الف مبروك ان شاء الله. يسلم ايديك. يا ريت تلبسه لحتى نشوفه عليك. ما في داعي سيد ناجي، مبين حلو كتير. يسلموا ايديك. ست عليا مو هون؟ كنت حابب اتشكرها. عندها شغل برا، بس رح نوصل لها شكرا. كمان انا ما فهمت شي عليك، ارجع احكي لي من الاول. شوي شوي. شو بدي فهمك يا فهمك؟ القصة مخربطة. اليوم كان اخذ ظرف لوحده. ايه يلي بعت الظرف عم يدعي انه كان في بقلبه مصاري، بس الظرف كان فاضي. امي والله ما اخذت المصاري، معقول انا اساوي هيك شيء؟ انا بعرف حبيبي، انت بعرف. فكرك انت اخذت المصاري؟
أخذوا لي على قسم الشرطة وعملوا لي ضبط كأني حرامي. حبيبي حاجة تقهر حالك، أكيد في غلط الموضوع، مطرب يبين كل شيء بيعتذر لي. أنا بروح هلأ وبحكي معهم، ليش حتى يساوي هيك مع الصبي؟ لا ما بقدر شيء، كثير تعبان. بلا، لأنه عندي ضيوف بالبيت. إذا بدك روح. وأنا كمان حابب شوفك عن جد. يلا يا عبي ما أجلها لغيري. خالي ليش ما بدك تروح؟ طيب رح أجي. ماشي رح أطلع هلا. عابدين إلا ما تكوني تذكرتيه، كنت تحبيه كثير. إيه طبعا متذكرته لعمو عابدين. بتعرفي شو كنت تقولي له؟ ذكرني. خمس رجال بقلب البحر. كنا نسألك شو بدك تصيري بس تكبري، كنت تردي خمس رجال بقلب البحر. أنا بدي صير مطربة، وأمك كانت تزعل وتقلي أنت عم تعلمها هالحكي هذا. تقبر قلبي يا خالي. الشر. تفضل. يلا. بدي استنى لحتى تجي صار. ماشي استنى. عمل لي بريش هيدا. لكن ما يعرف يلعب يا زلمة. والله يا عمي حظك يفلق الصفر. لك مو شغلة حظ بس ما بيعرف يلعب. لك حدا هون بيحطها. مسكين غلب مو بيعرف شو يعني. عمل حلقة. ليه فوالي؟ ما بيعرف يلعب. مساء الخير. ليش تأخرت لهلا؟ صار لي أكثر من ساعة قاعد لحالي وعم استنى. إذا أنت جاي بكي أنا شو بدي أخليك؟ يا زلمة ما فيك تضحك أصلاً. شو هذا عم تشتموا من وراي مو هيك؟ أنا بفرجيكم. أسمهان أنت كيف عرفتي؟ مين قال لك إنه نحن قاعدين هون؟ العصفورة هي اللي قالت لي إنكم قاعدين هون بدوني. تفضلي عادي. بدي بوسك بالأول. أوه اشتقت لك كتير. يسلم يا الوش الحلو. شو هات لشوف فؤاد، شايفتك مروي، شو القصة؟ وينك انت؟ مو على اساس بدك تجي على العيادة؟ راح الوجع، ليش بدي اجي؟ شاي ولا قهوة؟ بكي انا بدي اطلب ارجيلة. شو الست الحلوة بيطلع لها تطلب ارجيلة ها؟ ايه كيف لكان؟ ماني اقل منك النوبيا دكتور فؤاد، شو فكر حالك؟ ليش تكوني أقل منه لعبتك يا طيب شو رأيك نلعب طاولة زهر أنا وياكي؟ أنت قدي؟ خلينا نلعب لفرجيك، أنت فرجينا إذا بيطلع لك معي دكتور فؤاد. يلا. انت عم تزوقني اكتشفت. هلا لعبك هاد بتسميه لعب؟ انت وين عم تشتغلي هلا؟ مع فرقة زهر البنفسج وبطلع كل ليل. برافو. بس ما عاد في بسط مثل قبل، هو شغلي خلص. مشي حالك خسرت. شو؟ الشباب صايرين هيك؟ وشو اخبار قلبي؟ حاليا ما في حدا بقلبي. ايه بتذكر انت قديش كنت تعذبني وكنت غنيلك؟ يعني هلا ما بقى تعرفي تغنيني؟ لا اذا بدك هلا بغني لك وهون كمان مشان تعرف اني بقدر غني. فجري لما طل لوان الليل صحي عيون الناس محبوبي قابل الكل. قديش كنت حب اقعد معك ايام زمان. انت بعدت صرت بدك تتجوز. شو بدي نسوي؟ على كل حال فؤاد هلا لحاله يعني صار وقت ثاني. دخيلك هلا انا ما رح. خلصنا بقى يا عيني. شو؟ يا شباب شو عم تحكي معنا؟ انتبهوا اذا بتريدوا ما بيصير. لنكون ازعجناكم. ايه والله ازعجتونا. اذا هيك قوم روح. ليش جايب الست وجاي تقعد على القهوة؟ لا ترد عليهم فؤاد، هدول سكرانين من هنا اصلا. ليش ما بدك ارد علينا؟ روح التهي لحالك. انت ليش هيك عم تحكي؟ عارفين اسكت واقصر الشر. طلع فيي، اذا ما سكتت رح اقول سكتك بمعرفتي. ما عم بسمعه. تحيات امه. شو؟ بدك ترباي. يلا قوم. عارفين قوم فرجينا مراجلك. شو بدك تخاف من هالكلاب؟
وقف عدو هو البالك شوي يا شباب ايش سوي انت يا عمك انت يا زلمه شو عملت فؤاد فؤاد الله يعطيك العافيه على كلامك فؤاد رد علي فؤاد فؤاد هلا فؤاد عم تسمعني فؤاد خليك معي فؤاد فؤاد بسرعة يا جماعة بسرعة أبونا مشان الله بسرعة دعوة بسرعة الرجال مبروك سكتية رح يموت استعجلوا شوي بسرعة يا أبتي فؤاد 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 مشان الله رد علي شوفي شو صاير له ضربة سكين ببطنه روح على غرفتك الأسعار المصاب شو اسمه؟ دكتور فؤاد شلون صار الحادثة؟ مشاجرة بالحقول شاب ضربه بسكين شو سبب المشاجرة؟ سبب تافه كان في شباب سكرانين ومن كلمة لكلمة وينك انت مالك مني؟ صار لي زمان عم تقلني حتى الشغل ما عاد سألت عليه وين صارت شراكتي؟ اللعبة اللي عم تلعبها انت مالك قدها كيف يعني؟ انت عم تضغط على مجد كل هالقد ما بتعرف انه هذا ما بيشتغل الا بالعتمة؟ طيب خلينا نشتغل بالضبط طيب كمك حد انت مالك بالعاده تخبي عنك خليك زلمه وصارحني صاير شيء انا ما بعرفه اي صاير كثير واكثر مما بتتصور وانا مليت من كثر المشاكل جمال شو قصدك لانه عندي مشاكل بدك تحكي مزبوط ما في مشكله لو انت محلي انا ما كنت بتخيلك مياه كيف بدك يعني حط حالي محلك وانا مالي علاقه بالقصه قديش نصحتك وما رديت خلص بقى جمال امنا بدي اقول لك شيء شو طلعت نتيجه التشريح معقول امان ما خبرته ايش ما خبرتك انها كانت حامل شو ايه انت ما كنت بتعرفي نو وانت من وين عرفت طلعت نتيجه تشريح الجثه تقرير الطبيب الشرعي بيقول انه امال كانت حامل من 11 اسبوع يا ربي بكيلك معقول يكون من الميات من مين لكن بدها تكون حامل ليه خبت عني كنت رفيقتها الوحيده هلا اجى وقتك يا بنتي كيف يعني هي هي الجريمه اللي بيحكوا عنها بين الناس بيعمل عمتكم بتقوم البنت بتكتشف انها هي حامل وبتخبره بالموضوع بيطلب منها تنزل الولاد وهي بترفض وبتطلب الزواج بيقوم بقرر يقتلها معقول هالمجرم هلا بدك تروحي فورا مشان تخبري امها لامال بالضيعه قولي لها شو صار قولي لها تيجي لهون بكره الصبح مشان شو لازم تقدم شكوى للقاضي وتقول له ميار كان مرافق بنتي وانه كانت حامل منه ولانه بنتي ما رضيت تنزل الولد قام راح لعنده على البيت وقتله شو فهمتي؟ ضلتوا عم ينزل لازم ندخلوا على غرفة العمليات معقول يشكوا فيك انت يا قلبي معقول؟ الله لا يسامحهم على اللي عملوه معك كثير جد بالحال كلهم صاروا يطلعوا علي كأني حرامي لا تقهر أمي بكرة بتظهر الحقيقة ببين مين اللي أخذ المصاري بس أنت لا تقلق ادعيلي تبين الحقيقة ولا بدهم يدفعوني المبلغ اللي انسرق ونحن مو ناقصين الله كريم حبيبي أنت لا تداهي بحالك يلا قوم روح جيب لي مسرحية تانية لا أقراها تحرك لشوف ليش خلصت اللي معي؟ من زمان أهلا وسهلا بالحلو تفضل شو هاي؟ هاي هدية إلك وليش؟ هدية صغيرة ما بدها مناسبة عليا يسلموا إيديك يا أرق رفيقة
الليل الماضي وقت اللي ضايقونا بنت الشباب حسيت حالي مجنونة وخجلت كتير. خلص انسي الموضوع. صحيح انا كنت معصبة وطالع خلق كتير، بس كنت واثقة من حالي ومطمنة لانك انت معي، حسستيني بالامان وما رح تسمحي لهم انه يغلطوا معي. ايه مستحيل، والله لو انهم حاولوا يقربوا مني كنت رح اقطعهم تقطيع. تسلميني. انت لسه ما شفتي بطولاتي. مو انا بنت الست وفيقة؟ وكأني سامع حدا عم يحكي على الست وفيقة. قالي الحبيب عم قلها انه نصي المجنون طالع لأمي. ليش لا؟ ايه لازم الواحد يكون مجنون شوي عشان يقدر يتحمل هالحياة القاسية هاي، مو هيك يا روحي؟ وهالشاب الحليوة كمان اجا يزورنا. يسلموا لي الحلوين والفهمانين. تعال تعال حبيبي يلا قول. شو بدك تقول لتيتي وفيقة؟ ليش شو بدي قلة؟ لا هيك بدي ازعل. ممكن بدك تناديلي يا تيتي وفوقة. يلا لشو؟ تيتي وفوقة. ليش ما اجى الدكتور فؤاد؟ كنا سهرنا سوا احسن ما يضل لحاله. خالي ماله بالبيت، راح يسهر هو وفؤاد. ما كان بده يروح، بس انا اصريت عليه بالبيت. دكتور فؤاد كتير بيحبكم. ونحن بتعرفي يسري، بحس حالي كتير محظوظة لأنه عندي خال بياخد الحال. لو لا شكر بدي أهل، لأنه عندي رفيقة مثلي. مستناك حبيبي، وينك يا عمري؟ خبرني أول ما ترجع. كتير كتير اشتقت لك، مشتاقة نسهر سوا. حياتي لا تتأخر علي، بحبك كتير. باي. لا خلص ما نعسي. لازم يبقى الدم. هذا كل اللي معه. عبدين استنى شوي. ما يهدر. خذ. أنا بدي أروح على بنك الدم. بس إذا طلبوا مبلغ مشان العملية لازم ندبره بسرعة. أنا بدبره، لا تاكل هم. صحيح، لازم نخبر عليه. هلا أنا بخبره، روح أنت بسرعة. اشرح شي حاجة من رجلك. ماما رح ترجعي تلاقي معدن الكعبة؟ ايه رح نروح، بس ما بقى في سهر لمثل هذا الوقت المتأخر. ماشي؟ يا يا يلا حبيبي، يلا سوي ايدك. مين عم بيتصل؟ ما بعرف. يمكن بابا. بس البنطلون ما عم بترد. معقول تكون يعني؟ الو 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 عليا. تفضلي عليا. انا اسمها. اهلين خالي اسمها، كيفك؟ منيحه حبيبتي؟ ما بدي اياكي تخافي، بس احنا بالمستشفى. خالي فؤاد صار له شيء؟ لا لا ما صار له شيء، بس كنا قاعدين بالقهوه وكان في واحد ازعر وتخانق. ايه وشو صار؟ ضرب خالي. شو خالي عايش؟ ايه عايش حبيبتي. وما لقلكوا شر، هلا بدهم يعملوا له عمليه. عمليه؟ طيب انا هلا رح اشوف. حبيبتي طولي بالي وهدي اعصابي. خالك منيح؟ احنا بالمستشفى اللي بالشارع تبعكم. يلا عم استناك. ماشي الله معك. ماما مين اتصل؟ خالو فؤاد. ليش اتصل؟ تعبان شوي.
قام راح على المستشفى، طلب مني روح لعنده مشان شوفه. هلا بدي روح لهنيك مشان نرجع انا وياه بعد ما يفحص الدكتور. ماشي، تاخديني معك؟ حبيبي انت رح تبقى هون عن تتي وفوق لبين ما انا اشوف، ورح تحكي لك حكايه. ماما لا تتركيني مشان خلص. ما رح طول. هلا وقتها الحكي هاد؟ انا شو بعرفني اذا كان حدا دفع ولا لا؟ تفضلي هي هويتي خليها عندك، شو ما بدك ضمانات بعطيكي، بس ما تتركوا الزلمه يموت. لك هذا دكتور له قيمته بالبلد. ماشي مدام، ما في داعي تعصبي. عليا خير ان شاء الله؟ معلش ليش بقى عندكم شوي؟ طبعا، بس شو صاير؟ ماما روحي لعندك. تمام، خليني اسمعي. يا عمري اسا بكير، معناها ثلاث طويل. ماشي، ما رح طول، هذا وعد. خالي بالمستشفى يا زلمة. شو؟ قال في واحد ضربه بسكين واسعفوه على المستشفى. استني بدي روح معك. الله يعافيه سلامة قلبه، ان شاء الله ما يصير له شيء. شو قولي؟ لسه ما بعرف. اسفة كثير قلقتكم بهذا الوقت المتأخر. ليس بأمانتك خالي. انتي روحي بدي ولا تاكلي هوا. والله الدكتور غالي علينا، بس توصلوا طمني عليه. ماشي منطمني. لا تخلوا بالي مشغول، احكوا معي. يا ربي دخيلك. لازم عملية فورا، بده تخدير عنه. طيب في خطر عليه؟ ما معك. ما لقيت دم بكل المراكز. ما في ما فيها؟ كل المراكز ما فيها كيس دم واحد؟ والله لفيتها كلها. اوعى تتركني خالي، اذا صار لك شي شو بدي ساوي؟ خلص حبيبتي علي. خالي شو صار؟ لا تخافي خالك قوي، دكتور هي بنت اخته للمصاب. كيف وضعه هلا؟ الضربة كانت غنيئة، مشان هيك رح ندخله على غرفة العمليات. علي ما قدرت اتذكر، شو رح نعمل؟ مرحبا علي. ما عم تلاقوا دم؟ اجا شي 10 شباب بس مو من زمر الدم. شو زمر الدم؟ قابل سلبي. قولي علي يا فؤاد، حتى زمر دمك نازل. ليش ماما ما اجت هلا؟ شباب لسه هلا راحي، خلينا نكمل قراية القصة. انا بدي ماما تقراي. الله، هي الي ما هيك تيتي؟ ما حذرت وحياتك هالاكلة الطيبة لليس. هلا الشاطر بده ياكل صحن الشوكولاتة، مو هيك يا قلبي؟ يلا افتح تبك. ما بدي اصبح، انا رح اكله. حلو، بس امك رح تزعل منك كتير، وانت ما بتحب الزعل، لازم تاكل حتى تفتح. يلا حلو يلا. تيتي ما اتصل؟ لا. يلا يا عمري افتح تبك، بس هلا ليه؟ تفضلي افتحي هون. يسرا حاسه حالك دايخه؟ لا انا منيحه. ما بعرف كيف بدي اشكك علي عملتي. انت عن جد صدق؟ عليا لا تحكي هيك، انا ما عملت شيء. وشو بدك تساوي لسه؟ عن جد يعطيك العافيه. صحيح، انا نسيت اعرفكم على بعض. خالي اسمها صديقه قديمه لخالي فؤاد. ويسرا صديقتي واختي. قد ما اشتغلنا هون ما رح يتغير شيء، لأنه أدرنا منطقة عادة متعهدين هم نفسهم، والتجار الكبار معروفين وعارفين السوق، ما رح يسمحوا لحدا أن يدخل. بس اسطنبول كبير، عايش فيها 10 ملايين دينار، يعني الشغل كتير المصاري أكثر. ميار معقول ترك أدرنا ونروح مشان المصاري؟ مهما كان بتضل بلدنا. معك حق، هي بلدنا وأنا ما بقول لحدا، بس حاسس إنه هواها عم يخيب. روحتك لهونيك مغامرة، تجارة بدها مغامرة، بس لما تكبر البلد تكبر همك. الظاهر بدك تهرب من مشاكلك. مشاكل شو؟ بلاها عادي احكي. مراد قصده انك حابب تبعد عن مجد. معقول هذا الحكي؟ معقول انا اهرب من طريق مجد؟ روق شوي، تعرف انه نحن رفقاء، ما بنرد لك الا الخير. انت لازم تنتبه على حالك وتدير بالك من مجد. ايه مظبوط. نشف كل الدم بالاول. شو كيف النبض؟ 80/50 بس الساتو عم ينزل. شوفي الضغط، نحن لازم نوقف نزيد بسرعة. الواضح انه خسر دم كتير، بسرعة على الأولى كيس الدم. الوضع عم يتحسن يا شباب،
زقوا للدكتور سمير قلوا له يجي. الو، مساء الخير دكتور سمير. ان شاء الله ما تكون ازعجتك. كنت قاعد سهران ووحيد بس انت تذكرتني، شكرا مصطفى. انا اسف، اجيتني اليوم حاله اسعافيه. رجال مضروب بسكين وقطعه، قلت خليني خبرك احسن. شو زمرة دم المريض؟ مدوله دم ولا دم؟ زمرة دمه قاضي سلبي ونزف دم كتير. دوم منيح جوات بطنه هاي؟ سأدوري الأمعاء وتأكدي من النزيف مقطع قبل ما تقبوله الجرح. في شي ضربة ثانية في اسمه؟ لا، ضربة واحدة بالخاصة. العمق من 4 على 6 سم. نحن متابعين النبض والضغط وضعه طبيعي. شو بدي أقول لك؟ إذا في ضرورة بيجي ها؟ لا، نحن عملنا الناس. أكيد أنتوا فيكم البركة. أنا بكرة الصبح بمرق فيكم. يعطيكم العافية. الله يعافيك. كانت سندريلا بنت حلوة كتير وفهمان وقلبها كتير طيب، وكان في بنتين بيغاروا منه لأن سندريلا أحلى منه. وبيوم من ذات الأيام أمير المدينة على الحفلة. أنا ليك مجا نعم. لو تشوف شلون صارت الشغل، كنا قاعدين كافين خيرنا وشرنا. بالأول اتحكى شو بيعارضين وبعدين كبروا معه بالحكي، ولما قام فؤاد ضربوا بالسكين. يا رب ما إلنا غيره. نعمت الصغيرة. لسه ما اجى ميار؟ طلعت البنت حامل. اي بنت؟ يلي ماتت الموظفة عند اخوك. شو؟ لتكون حامل من اختي؟ على الاغلب من اخوك. من وين عرفتي؟ كل العالم بيعرفوا عم يحكوا بالموضوع. هلا صارت سيرتنا على كل انسان، ما عاد لي عين اطلع باي انسان. اخوك حط راسنا بالطين. لكان عليا معها حق. ضل علينا انه اثر الجرح. الحمد لله مرقت العمليه بدون صعوبه. كنت خايف لانه عمره كثير. يلا خلص هي اخر اخره. الضغط عم يطلع والنبض صار بحدوده الطبيعيه. حطوه بغرفه المعالج. بتخلوه ساعه تحت المراقبه والادويه بمواعيدها. كل الادويه مع السيروم. الحمد لله على سلامة. دكتور كيف وضعه هلا؟ ان شاء الله منيح. كانت حياته بخطر لانه نسف كثير، بس هلا استقرت حالته. ممكن انا افوت معه؟ لا ما بيصير، لبكره. لساته تحت تاثير البنج. عن جد وضعه منيح؟ وضعه منيح لا تقلقي، بكره الصبح بتقدري تشوفيه. الف الحمد لله. تفضل. ممكن نروح.
أنا رح طمن مامي. كان شاب صغير وقت اللي مات أبوه، وقع الحلم كلياته على بعضه. اشتغل، تعب، ودال أمرين لحتى يغير وضعه. يعني نحت الصخور بإضافته لحتى عمل اسمه. عمو حيدر، هلا تذكر، كان كتير سهل، بس ما قدر يطلع يشتغل باسطنبول. ايه معنا سهلة. أنا ما عم قدر أتحمل الضغط. أنا قررت خلص، ما عاد أرجع. أنت أضرب وضعك. تأخر الوقت، صار لازم أمشي. شو أنتوا قاعدين؟ رح نشرب فنجان قهوة وبعدين نمشي. طيب عزيزي، أنا لازم أمشي، تصبحوا على خير. وأنت على خير. والله ما يار شبه مرتب، مدري شلون عليه على العلقة. إن شاء الله يقدر ينفذ منه. إيه إن شاء الله. عن جد؟ الحمد لله على سلامته. والله فرحتيني بهالخبرية. رح أضل الليلة مع علي بالمشفى، لا تقلقي ماشي. ليش بنتي؟ شو بكرة أنتي ما عندك شغل؟ ما بيصير أترك البنت لحالة، علي ما لحدا غير. صحي كيفه ليس؟ ما هي؟ لي على قلبي ما كان يقدر ينام. علي شو رأيك؟ رح أقبل ليلة معكم. هلا إذا خالي بقيان بالعناية ما رح نقدر نعمل شيء. أنتوا روحوا ونحن بقيان. شكرا. طيب ماشي، بكرة من الصبح منجي. إمتى لازم ندفع مصاريف المستشفى؟ عندكم شي فكرة؟ بكرة بنسأله كثير على هالموضوع. حلو. يلا بخاطرك، مع السلامة. الله معكم. قالت لي أمي ليش نايم من زمان؟ حاسة إني تقلت عليها. لا حبيبتي، أمي طاير عقلها فيه وعم تتسلى معه. ما رجعت ماما؟ بعد شوي رح تجي. هلا دقت لي وقالت لي خلي ليس ينام وبس اجي على البيت رح اخده. ما رح اطول. يلا ناري قلبي انت. برافو علي، تصبح على خير. مساء الخير اخي. شو لهلا سهران؟ كنت عم بستنى. انت منيح؟ ليش؟ مبين من منيح؟ هديك البنت قال طلعت حالك. انت جاهز دكتور فؤاد؟ الحمد لله على سلامتك. كيفك حالك؟
أنا منيح مثل الحصان، لا تخاف علي. عمر الشقي بقي طالع حلو، أنا مسطح معي. إيه كسبنا شوطك دكتور فؤاد. عن جد؟ إيه طبعاً. لساتك موجوع حار؟ يعني شوي. أنا بد من شوية وجع، هي عملية ما أنا شغلة سهلة. صباح الخير. صباح الخير. شو هالمنظر؟ اللي شو بالمنظري؟ يبكيت بجاكيت. تفضل. هذا هو الطقم المشهور؟ والله حلو. خياطك بخيط نسواني؟ ما عندي فكرة. برافو علي. خياطة مرتبة والله. كثير لابق لك هالجاكيت. الجاكيت حلو بس القالب غالي. غير ثيابك بدنا نطلع. لوين؟ حتى نروح نفطر. اليوم نص الاسبوع ما بيكون عجقة. نور من غير حالك؟ عم تحكي بنفس الطريقة. كيف يعني؟ ما فهمت. قوم بدنا نطلع. حابين نطلع، لازم نطلع. أنت عم تقرري لحالك. بس إذا أنا ما طلبت منك نطلع ما بنطلع بنور. يمكن ما يكون عندي رغبة بالطلع. يعني ضروري إنه كل يوم نطلع؟ أنا آسفة الحق معك، مو ضروري. كنت مفكرة تنبسط بالكلام. يلا مثل ما بدك، منضل قاعدين بالبيت. ماشي الحال. يلا قومي قومي نطلع. هلا جاي على بالي أصلا. مشي روحي. ماشي. يلا دقيقة وكون جاهز. طيب. أخوكي ليش لهلا ما فاق؟ امبارح تأخر بالسهر. خلينا. شو هذا؟ ما ضل ولا شغلة نظيفة بهذا البيت. حبيبتي ليش ما عم تاكلي؟ لازم تاكلي منيح مش عم تصير كبيرة. أنا بدي أكل من عند ماما. حاجة تنقي بقى. ما بتكفينا كل هالمشاكل لسه ناقصنا أنتي. برافو أمي. شو ذنب هالبنت الصغيرة حتى تزعليها من الصبح؟ خير يا حسن. طريقي ست هذه بيت وانت ما نخبر. وين راح وشلات؟ وين راح؟ أنا رح لمن خدي خدي رح اشتري لها غيرها وأحلى منها. تعال تعال.